خطوة الهلاك، رحلة محفوفة بالمخاطر لا يزال سكان القطاع يخوضونها من مكان إلى آخر، في الدروب الوعرة والطرق المحطمة، سيراً على الأقدام أو على عربات تجرها الدواب، تحت حرارة الشمس الحارقة، وسط أصوات طائرات الاحتلال هرباً من ويلات العدوان. سكان خان يونس والنازحون يواصلون عمليات الترحال الدائم بعد أوامر الإخلاء المتتالية، يحملون ما تبقى من أمتعتهم فوق ظهورهم للبحث عن أي ملف آخر. الحين شردين 4 مرات من المنطقة الشرقية، كل يوم حرب، كل يوم صواريخ بنزل علينا، فيش مكان آمن في المنطقة الشرقية. الحين احنا نزحنا في الشارع مش عارفين وين نروح. أطفال ومسنون يخوضون بأجسادهم الضعيفة رحلة شقة في صمت قاتل، حيث يرفضون البكاء لتوفير ما تبقى من طاقتهم لاستكمال المسيرة ومواجهة المصير الغامض. تقريبا 6 مرات بنزح من خان يونس بلا سيارة. الحين هاي اللي معاي، فيها اولادي وهي الطفلة هذه اللي معاي. بس هاي اللي معاي، ولا حاجة بنزح. الدار راحت وكل شيء راح، ولا حاجة ضايل. مناش غير وجه الله احسن من كل شيء. احتلال لم يكتفي بحرب التجوية والحصار وعمليات القتل الواسعة التي أسفرت عن استشهاد 10,000 من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال، ليضيف إلى معاناتهم مشقة النزوح المتواصل. صحيح من تحت النار، يعني ليش إحنا شاردين برواحنا بأولادنا، طلعنا بطولنا نجري من الخوف. الله يعلم هينا بنمشي في هالدنيا. بحكونا على المناطق الإنسانية، فيش ولا منطقة إنسانية في غزة. النظرة الأخيرة، هكذا يلتفت سكان خان يونس خلفهم للمرة الأخيرة في محاولة لتسجيل صورة منازلهم التي ربما لا تكون موجودة مرة أخرى عند عودتهم. والله الوضع، اليهود أنظرت بتلفونات وضربت مناشير وطم الرحيل من المنطقة، يعني انسحب النازحين وخلينا المنطقة كلها. المرة اللي فاتت نفس القصة عملوها وضرب البيوت، كانت البيوت مضروبة يعني إيش منه. المرة هذه انضربت البيوت كلها عن بكرة أبيها، يعني ما ضلش بيوت. لم يعد للمرادفات معنى في وصف حجم مأساة لم يسبق لها مثيل، فحين انعدمت المشاعر الإنسانية وانتهكت القوانين الدولية، كان الاحتلال دليلاً وقطاع غزة شاهداً.